حياكم الله مشاهدينا الأعزاء، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في هذه الأمسية الجميلة التي نطل عليكم خلالها ومن خلال برنامجكم يوميات جامعية الذي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء. ولمزيد عن الساعة اليوم سيكون محدثكم أنس بن أحمد، بحيث نتحدث وإياكم ونستعرض أبرز أخبار الجامعات. نبدأ الحلقة كالعادة بالعناوين. المبتعث السعودي آل الشيخ نموذج للطالب الذكي. الزراعة وكاوست توقعان مذكرة تفاهم لتنمية وتطوير الثروة السمكية في المملكة. برنامج موهبة الصيفي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مقال الأسبوع للدكتور سلمان نايف بن عبد العزيز، وإنا على فراقك لمحزونون. استمعتم إلى أبرز عناوين فقراتنا لهذا اليوم مشاهدينا الأعزاء. نبدأ فقراتنا كالعادة أخبارك، نستعرض فيها وإياكم أبرز أخبار الجامعات. إليكم. مدير جامعة الإمام يرعى اليوم حفل افتتاح الأندية الصيفية. يفتتح معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أبو الخيل مساء اليوم الثلاثاء حفل افتتاح الأندية الصيفية التابعة للجامعة في المدينة الرياضية في الحرم الجامعي. وأوضح وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية رئيس اللجنة التحضيرية للأندية الصيفية الأستاذ الدكتور أحمد بن يوسف الدريويش أن رعاية معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أبو الخيل تأتي من حرصه الشديد على متابعة لبرامجها وأنها تحقق الهدف الذي من أجله أقيمت. وأشار وكيل الجامعة إلى أن الجامعة تحرص على تقديم البرامج التربوية والعلمية والترفيهية للمشاركين على مختلف مستوياتهم العمرية، متضمنة الأنشطة الثقافية المتعددة التي تلبي الاحتياجات وتبرز مواهب ومهارات الطلاب وتنميها. البيت الأبيض، المبتعث السعودي آل الشيخ نموذج للطالب الذكي. اعتبر البيت الأبيض الطالب السعودي حسين بن علي آل الشيخ الذي منحه الرئيس الأمريكي أوباما الوسام الذهبي نموذجا للطالب الذكي الذي يسعى في خدمة المجتمع بصورة مؤثرة وفاعلة. وأكدت كيتلين هيدن الناطقة باسم البيت الأبيض لعكاظ حرص الإدارة الأمريكية على تشجيع الطلاب وفتح كل الآفاق أمامهم للوصول إلى تحقيق النجاح، وحرصها على تكريم كل من يسهم منهم بصورة واضحة ومميزة في تحقيق إنجازات علمية أو فكرية أو اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها. وأضافت أن تكريم البيت الأبيض لا يتوقف عند الطلاب الأمريكيين فحسب، بل إلى كل من يسهم في تحقيق نجاحات على أرض هذا الوطن سواء أمريكيين أو أجانب. وجاء ذلك بعد أن قام حسين بتقديم مساعدات اجتماعية وإنسانية للسجناء، حيث كان من ضمنها مساعدتهم على تصميم بطاقات شخصية يدوية يرسلونها إلى أسرهم بعد الحصول على إذن من إدارة السجن. جاء عمله أثناء أكماله لمرحلة دراسة البكالوريوس في جامعة نبراسكا في أوماها ضمن فريق عمل تطوعي. الزراعة وكاوست توقعان مذكرة تفاهم لتنمية وتطوير الثروة السمكية في المملكة. وقعت وزارة الزراعة وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية مذكرة تفاهم لتأسيس برامج ومجالات التعاون كشركاء لتطوير الثروة السمكية في المملكة. وتهدف الاتفاقية التي وقعها أمس في مقر الجامعة في ثول الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم وزير الزراعة والبروفيسور تشون فونغ شي رئيس الجامعة إلى الاستفادة من إمكانيات وقدرات الجامعة في رفع مستوى التنمية المستدامة في مجال الثروة السمكية بغرض الاستثمار في البيئة البحرية وتطويرها والمحافظة عليها، ك
كما يسعى الطرفان إلى تذليل العقبات وتجاوز التحديات التي تواجه الاستثمار في مجالات الثروة السمكية والمحافظة على البيئة البحرية وإتاحة الفرصة لرفع مستوى الكفاءات العلمية للكوادر الوطنية. الجامعات السعودية تسابق الزمن للفوز بالاعتماد الأكاديمي لبرامجها. تسعى الجامعات السعودية إلى إكمال متطلباتها ومنظومة العمل لديها وإكمال متطلبات معايير الاعتماد الأكاديمي في برامجها وكلياتها ونظام الدراسة فيها. وتعمل الجامعات في المملكة على قدم وساق لتحقيق متطلبات الحصول على الاعتماد الأكاديمي، وذلك قبل نهاية العام القادم 1434، والذي حدد كموعد لحصول جميع الجامعات السعودية على الاعتماد الأكاديمي في كلياتها، وذلك لرفع مستوى الجودة في التعليم العالي في المملكة. والاعتماد الأكاديمي هو اعتراف من هيئة مرموقة بتحقيق الحد الأدنى من متطلبات المعايير في المؤسسة الأكاديمية أو أحد برامجها وفقاً لنوعية الاعتماد، أو عبارة عن المستوى أو الصفة أو المكانة التي تحصل عليها المؤسسة التعليمية أو البرنامج التعليمي مقابل استيفاء معايير مؤسسات الاعتماد الأكاديمي. الكشافة السعودية تؤهل عمداء الجامعات السعودية في بريطانيا. يفتتح الدكتور عبد الله بن سليمان الفهد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية فعاليات دراسة الأولية للشارة الخشبية، والتي تقيمها الجمعية في مدينة بورت تالبوت في ويلز البريطانية، ويشارك فيها 40 دارسا من عمداء شؤون الطلاب ووكلائهم ومن في حكمهم بالجامعات السعودية، وذلك ضمن حرص الجمعية على إقامة الدراسات التأهيلية لمنسوبيها وفق سياسة تنمية القيادات العالمية. وفد جامعة جازان يزور النادي السعودي في كوالالمبور. زار وفد كلية علوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات من جامعة جازان أعضاء النادي السعودي بمدينة كوالالمبور في إطار الشراكات الدولية التي وقعتها الجامعة مع عدد من الجامعات العالمية بهدف تبادل الخبرات العالمية وتدريب الطلاب من خلال ابتعاثهم فترة الصيف. ورحب رئيس النادي السعودي بكوالالمبور محمد أبو سبعة بأعضاء وفد الجامعة برئاسة وكيل كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات الدكتور سعيد الخالدي، وتم في اللقاء عرض مسيرة النادي وأنشطته الثقافية والاجتماعية. براءتا اختراع سعوديتان من أمريكا. حصلت جامعة الملك سعود على براءتي اختراع من مكتب براءات الاختراع الأمريكي. الأولى جاءت تحت عنوان الكشف عن سرطان الرئة بواسطة التحليل الضوئي لسوائل الجسم من كرسي أبحاث سرطان القولون بكلية الطب، والثانية تحت عنوان طريقة للتمييز بين أورام البروستات الخبيثة والحميدة من كرسي الأميرة الجوهرة آل إبراهيم لأبحاث سرطان البروستات. وأوضح المشرف على برنامج الملكية الفكرية وترخيص التقنية دكتور خالد بن سعد الصالح أن البرنامج تولى إجراءات متابعة البراءتين حتى المنح من المكتب الأمريكي. عادتا براءتي الاختراع تتويجا لمنهجية تسير عليها جامعة الملك سعود من خلال تحقيق التعاون والشراكة المتكاملة بين الجهات البحثية المتميزة فيما بينها. خبير أمريكي يشيد بموهبة. أشاد المستشار الأمريكي لدى مؤسسة الملك عبد العزيز للموهبة والإبداع ريتشارد كاش ببرنامج موهبة الصيفي المحلي 2012 تقنية النانو الذي تنظمه جامعة الملك عبد العزيز ممثلة بعمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع مؤسسة الملك عبد العزيز. وأثنى خلال تقييمه للبرنامج على التغطية الإعلامية للبرنامج العام الماضي كذلك هذا العام، مطالبا بتعميم الخطة الإعلامية للبرنامج على البرامج الأخرى في الجامعات والمؤسسات التعليمية السعودية للاستفادة منها. محلي بيشة يدعو إلى استحداث جامعة مستقلة. ناقش المجلس المحلي لمحافظة بيشة أمس برئاسة محافظ بيشة رئيس المجلس محمد بن سعود المتحمي وحضور وكيل المحافظة طراد السلولي حاجة المحافظة لجامعة مستقلة
بناء على الأرقام والإحصائيات التي تؤكد حاجة المحافظة إلى جامعة تجمع مختلف الكليات العلمية، وبما يجنب أبناء المنطقة مشقة الانتقال إلى المحافظات الأخرى في غياب الكليات المتخصصة. وتوصل المجلس إلى اتفاق يدعو إلى مخاطبة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير رئيس مجلس المنطقة بهذا الشأن لبحث ذلك مع وزارة التعليم العالي. الحاسب الآلي عن بعد في جامعة الملك فيصل. كشف عميد التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة الملك فيصل الدكتور عبدالله بن عمر النجار عن موافقة الجامعة على البدء في القبول لبرنامج البكالوريوس في تقنية المعلومات الحاسوبية من خلال التعليم المطور للانتساب، مؤكدا أن البرنامج سيخدم من يرغب بالتخصص في الحاسب الآلي وكذلك طالبات كليات المجتمع، حيث ستتم معادلة الساعة التي درسناها بما يتناسب مع الخطة الدراسية المعتمدة. كما بيّن أن هناك أسبابا عديدة لطرح برنامج البكالوريوس بالانتساب المطور في تقنية المعلومات، من أهمها الحاجة الماسة إلى المزيد من المتخصصين في تقنية المعلومات في المملكة، بالإضافة إلى الطلب المتوقع من أفراد المجتمع الذين لم تسمح لهم ظروفهم بالدراسة في الجامعة، وتزايد الطلب على برامج البكالوريوس في تخصصات الحاسب وتقنية المعلومات من خريجي برامج الدبلومات من كليات خدمة المجتمع والكليات التقنية لمواصلة دراستهم للحصول على درجة البكالوريوس. حياكم الله مشاهدينا الأعزاء، استمعنا وإياكم إلى أبرز أخبار الجامعات ليوم الثلاثاء. من أهم الأخبار التي استمعتم إليها مشاهدينا، تكريم حسين آل الشيخ في أمريكا، وذلك بالوسام الذهبي الذي قدمه الرئيس الأمريكي أوباما شخصيا لهذا الطالب السعودي المبتعث، ولا شك أنه كان له إنجازات كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية وهو يدرس على ما هي لي في الخبر بكاليفورنيا وفي ولاية كاليفورنيا، وكان له إسهامات إنسانية وكذلك خيرية وتطوعية كبيرة حقيقة، هذا مما يثلج الصدر لبرنامج الابتعاث، برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، التي لا شك أن مثل هذه البرامج تؤتي أكلها بإنجازات سعودية وكذلك بهذه السمعة الطيبة التي بات طلابنا السعوديون يحصلون عليها في الخارج. هذا التكريم طبعا لا شك أنه ما جاء من فراغ، الطالب لا شك كما ذكرت كان له إنجازات إنسانية تطوعية وتوعوية كبيرة، كان له زيارات للسجن كما استمعتم إلى الخبر، وكذلك بالتواصل هناك ابتكار طبعا ابتكره هو بحيث يتم تواصل السجناء مع ذويهم وذلك بالرجوع إلى إدارة السجن. طبعا يعني التكريم كما ذكرت هو شيء عظيم لهذا الطالب. من الأخبار أيضا براءتا اختراع من جامعة الملك سعود أيضا في أمريكا، وهذه السياسة التي تتبعها جامعة الملك سعود وأيضا باقي الجامعات في المملكة العربية السعودية، يعد هذا إنجاز عظيم، وربما الأخبار اليوم كانت أغلبها تتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية. وبراءتا الاختراع كانتا يبدو لي في السرطان والأورام الخبيثة، منها كان في أورام البروستات وأيضا الأخرى كانت في أيضا في أورام الخبيثة والأورام الحميدة وتمييز بينهما، يعتبر هذا طبعا إنجاز يحسب لجامعة الملك سعود. كذلك خبير أمريكي يشيد بموهبة وفي الجامعات السعودية لا شك، ومن ضمنها تقنية النانو، وبالأمس وقبل الأمس أيضا كنا في استضافة أعضاء في موهبة جامعة الملك سعود 1433، وكان طبعا معنا الدكتور سلمان الحربي
الذي طبعا هو نائب هذا البرنامج، برنامج موهبة، موهبة جامعة الملك سعود 1433. وقبله وبعده أيضا كان معنا أحد الطلاب المشاركين في هذه البرامج الصيفية التي لا شك أنها تعنى بطلبة التعليم العالي، بحيث يكون هناك برامج تخطط لها الجامعات، يتم من خلالها صقل مواهب الطلبة وبموضوعات وبرامج معينة يتم طبعا درجها في كل أو إدراجها في كل سنة، يشارك بها الأطباء يشارك بها الطلبة، وكذلك لا شك أنهم يسعون بهذه المشاركة بصقل مواهبهم كما ذكر. وهذا طبعا ما يعني حدا بالخبير الأمريكي بأن يشيد بهذه البرامج، برنامج موهبة. جامعة مستقلة في بيشة، وهذه ما طالب به أهالي المنطقة، منطقة سكان منطقة بيشة، بأن تكون هناك جامعة مستقلة، بحيث وجد أن هناك أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات يتوجهون ربما لخارج المملكة وللدراسة إلى مناطق ربما مجاورة في المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية. وبهذه النسب والأعداد تقدموا لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد، بحيث أنه يتم فتح جامعة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي في المملكة. ولا شك أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو نائبه الأمير سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، لا شك أنهم لا يألوان جهدا بفتح الجامعات. ربما في الآونة الأخيرة، في الثلاث سنوات الأخيرة، يعني أكثر من 8 جامعات جديدة في المملكة، واعدة وناشئة تم افتتاحها في المملكة العربية السعودية وبمناطق مختلفة، سواء في الشرقية والغربية وحتى في المنطقة الشمالية كذلك والجنوبية تم افتتاح جامعات. بإذن الله أنا أتمنى طبعا أن يلقى هذا الطلب صدى لدى وزارة التعليم العالي وأن يتم افتتاح هذه الجامعة. فلا شك يعني سكان المنطقة ما تقدموا بهذا الطلب إلا وهم باحتياج، وأن يتم افتتاح طبعا كليات مختلفة في الجامعة التي سيتم استفتاحها أو افتتاحها. وفد من جامعة جازان يزور النادي السعودي في كوالالمبور. طبعا في ثنايا الخبر زار وفد كلية علوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات أعضاء النادي السعودي بمدينة كوالالمبور في إطار الشراكات الدولية التي وقعتها الجامعة مع عدد من الجامعات العالمية، وذلك بهدف تبادل الخبرات. ربما إذا كان مشاهدين الأعزاء يذكرون قبل فترة في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي الثالث الذي يقيم في مدينة الرياض وبرعاية وزارة التعليم العالي وبرعاية وتنظيم وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، كان هناك العديد من الشراكات والاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجامعات السعودية وكذلك بين جامعات أجنبية لا شك أنها متقدمة سواء في العالم الغربي أو حتى الشرقي. هذه الشراكات لا شك أنها تؤتي ثمارها في المملكة العربية السعودية، ولا شك أن هناك إنجازات كبيرة ستحقق بإذن الله. ربما في المستقبل القريب سنلمس هذه الإنجازات. كانت كاميرا قناة عالي الفضائية، كنا متواجدين طبعا في ذلك المعرض وغطينا العديد من هذه الشراكات التي تمت. نحن في يوميات جامعية لا شك أننا نشد على أيدي مسؤولي الجامعات بمثل هذه الشراكات. التعاون بين الجامعات السعودية والجامعات الغربية والشرقية المتقدمة لا شك في إطارات علمية وثقافية، سواء كانت تربوية، تقنية، صحية، في كافة المجالات الحياتية، ستكون هامة جدا للطلبة السعوديين بإذن الله. طبعا من الأخبار أيضا التي ذكرت الحاسب الآلي عن بعد في جامعة الملك فيصل. طبعا لا شك أنه التعليم عن بعد أو ما يسمى أحيانا بالتعليم المفتوح أو الانتساب كلها ترمز للتعليم عن بعد، هي من أساليب التعليم التي تسهل على الطلبة الأعزاء في كافة المناطق، وربما ممن يعني لا يستطيعون المشاركة والحضور بشكل يومي وما يسمى بتعليم الانتظام قد يصعب على البعض بسبب الوظائف،
لا شك طبعا، هذا التعليم عن بعد جاء طبعا حلا كبيرا لهم، بحيث انه يتمكن من اخذ شهادته الجامعية، خطوة كبيرة تحسب لجامعة الملك فيصل بمنطقة الاحساء. طبعا قسم الحاسب الآلي ربما من الاقسام التي يعني يندر تعليمها بطريقة التعليم عن بعد، ولا شك انه يعني كثير من الجامعات تشترط الانتظام في هذا التخصص، لكن هناك كثير من الجامعات المتقدمة حتى في بريطانيا باتت تدرس الطلبة بأسلوب التعليم عن بعد. ولا شك انه نذكر وننوه من الجامعات العريقة في العالم العربي التي تقدم هذه الخدمة هي الجامعة العربية المفتوحة، التي لها شراكة طبعا مع الجامعة والزمالة مع الجامعة البريطانية المفتوحة في بريطانيا، وتقدم العديد من التخصصات كذلك العلمية، منها علوم الحاسب الآلي وإدارة الأعمال وغيرها. مدير جامعة الإمام يرعى اليوم حفل افتتاح الأندية الصيفية، طبعا الأندية الصيفية التي ذكرنا بها في أكثر من حلقة في يوميات جامعية، وذكرنا أنه لابد على الجامعات أن تنحى هذا المنحى الجيد للطلبة السعوديين، بحيث يتم استغلال أوقات فراغهم. وذكرنا حتى من الأندية الصيفية التي باتت تنظم رحلات على شكل مجموعات إلى مناطق معينة، وربما قبل يومين ذكرنا كذلك أنه كان هناك مجموعة من الطلاب مع هيئات التدريس توجهوا إلى تركيا وإسطنبول، وكانت في رحلة استكشافية للمناطق في هذا البلد. طبعا لا شك إنه هذا يعتبر إنجاز كبير للجامعات، التخطيط للإجازة الصيفية واستغلال أوقات فراغ الطلبة يعتبر إنجاز عظيم، ولا شك إنه لابد أن يكون محل اهتمام مسؤولي الجامعات، بحيث يتم التنظيم وأن لا تضيع هذه الفترة في الإجازة الصيفية. وربما يعني أغلب الطلبة قد لا يلجأ إلى أخذ الترم الصيفي، وبالتالي يكون عنده مجال كبير وفراغ كبير قد يستغله أحيانا مع الأهل، لكن لابد على الجامعات أن تخطط لهذه الدورات، ومن ضمنها جامعة الإمام، ولها لا شك السبق في ذلك. ذكرنا كذلك أن وزارة الزراعة وكاوست اللي هي جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية توقعان مذكرة تفاهم لتنمية وتطوير الثروة السمكية. طبعا هذه الوزارات التي باتت الآن تستغل الجامعات وتستغل المواهب داخل الجامعات، بحيث أن تقدم الجامعة أحيانا الخدمات العلمية وكذلك البحثية للوزارات، أمر يعتبر عظيم في المملكة العربية السعودية. هذا النهج طبعا تقوم به العديد من الدول المتقدمة، بحيث يتم استغلال مراكز الأبحاث التي تنشئها وزارات التعليم العالي في أنحاء العالم، استغلالها بحيث يتم والله إجراء بحوث كثيرة وكبيرة أيضا تقدم للوزارات، بحيث يتم كما ذكر الآن تطوير الثروة السمكية في المملكة العربية السعودية. في ثنايا الخبر أن تهدف هذه الاتفاقية التي وقعت بالأمس في مقر الجامعة طبعا إلى الاستفادة من إمكانيات وقدرات الجامعة في رفع مستوى التنمية المستدامة في مجال الثروة السمكية، بغرض الاستثمار في البيئة البحرية وتطويرها والمحافظة عليها. أيضا كذلك يسعى الطرفان إلى تذليل العقبات وتجاوز التحديات التي تواجه الاستثمار في مجالات الثروة السمكية والمحافظة على البيئة البحرية، وإتاحة الفرصة لرفع مستوى الكفاءات العلمية للكوادر الوطنية. طبعا وقع كل من المهندس نظمي نصر نائب الرئيس التنفيذي لجامعة الملك عبد الله، والمهندس جابر بن محمد الشهري وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية، عقد مشروع مستوى الملوثات بأنسجة الأسماك للخليج العربي. طبعا ذكر بالغ نيم وزير الزراعة أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار سعي الوزارة لتغطية احتياجات المملكة من الأسماك، لأن الكميات الموجودة حاليا محدودة، مما يدفع لاستيراد الأسماك لتلبية متطلبات الاستهلاك المحلي. وسوف تسهم قدرات جامعة الملك عبد الله وخبرات باحثيها في توسيع الاستزراع السمكي بشكل أكبر
وأكثر كثافة. طبعا هذا يعتبر كذلك كما ذكرت باستغلال مواهب الطلبة أحيانا والبحوث التي يجرونها من قبل الوزارات. وزارة الزراعة قامت بهذه الخطوة، نرجو كذلك العديد من الوزارات مثل وزارة العمل، وزارة الاتصالات أو هيئة الاتصالات والوزارات الأخرى وحتى المنشآت الحكومية، أن يكون هناك شراكات استراتيجية مع الجامعات بحيث تقدم الجامعات الخدمات البحثية لهذه الوزارات ويتم الاستفادة منها، ويشعر الطالب حينها أن هذه البحوث التي يتعبون عليها وربما يسهرون الليالي الطوال والمجهودات العظيمة التي يقدمها الطلبة بأنها تؤتي ثمارها وتؤتي أكلها كما يقال. طبعا هذه من الأخبار، وكذلك الكشافة السعودية تؤهل عمداء الجامعات السعودية في بريطانيا. وفي ثنايا الخبر أن الدكتور عبد الله بن سليمان الفهد يفتتح، وهو نائب طبعا رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية، يفتتح فعاليات الدراسة الأولية للشارة الخشبية والتي تقيمها الجمعية في مدينة بورت تالبوت في ويلز البريطانية، ويشارك فيها 40 دارسا من عمداء شؤون الطلاب ووكلائهم ومن في حكمهم بالجامعات السعودية ضمن حرص الجمعية على إقامة الدراسة التأهيلية لمنسوبيها وفق سياسة تنمية القدرات العالمية. حتى الكشافة في الجامعات السعودية باتوا كذلك يستعينون، وهناك طبعا شراكات مع جامعات متقدمة في الكشافة بحيث يتم تأهيل منسوبي الكشافة وكذلك المسؤولين من عمداء الجامعات في بريطانيا أو غيرها من الدول المتقدمة. لا شك أنه في الدول المتقدمة هم أسبق يعني في هذا المجال، والتعاون معهم يؤتي ثماره في المملكة العربية السعودية. سننوه مجددا بأن المملكة العربية السعودية حلت ضيفة شرف في المعرض أو معرض الكتاب الكوري الجنوبي في سيول على مدى 3 أيام الماضية. على تغطية هذا الحدث أحببنا أن ننوه مجددا لكم أنتم مشاهدين الأعزاء بأن المملكة حلت ضيفة شرف في معرض الكتاب الكوري الجنوبي. يوميات جامعية حلقتنا لا زالت مستمرة، بعد فاصل قصير نلتقي وإياكم، ابقوا معنا.
حياكم الله مشاهدينا الأعزاء من جديد في متابعة لفقرات برنامجكم يوميات جامعية في أكثر من حلقة في الأيام الماضية. كذلك كنا على تغطية في حصرية طبعا في يوميات جامعية لبرنامج موهبة سواء كان في جامعة الملك سعود والآن في جامعة أخرى هي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ولا شك أن هذا البرنامج هو من البرامج التي خططت لها من قبل مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال رعاية الموهبين أو الموهوبين وبإدارة وبإشراف من أو الإشراف من مؤسسة الملك عبد العزيز لكن بتنظيم من الجامعات السعودية حول مملكتنا الحبيبة. أسعد حقيقة بضيفي الدكتور عبد الله قريطان العنزي مدير إدارة التدريب بعمادة الموهبة والإبداع بجامعة الإمام وكذلك المشرف المقيم في برنامج موهبة الصيفي بجامعة الإمام. حياك الله. أهلا وسهلا فيكم وحياكم الله جميعا وأشكر لكم على الاستضافة وليست بغريبة على قناة عالي مثل هذه الاستضافة. لا شك دكتور. برنامج موهبة بجامعة الإمام طبعا هو 1433. نعم. لا شك. ما هو الهدف منه؟ الحقيقة برنامج موهبة الصيفي الإثرائي الصيفي يقام في جامعة الإمام منذ تقريبا 3 سنوات وهذه السنة الحقيقة السنة الرابعة التي نقدم فيها هذا البرنامج. البرنامج هو تبع الشراكة مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال رعاية الموهوبين. هذا برنامج يتم تنفيذه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وفق وحدات إثرائية معينة يتم التخطيط لها بعناية من قبل الجامعة والأساتذة الجامعة. الهدف منها حقيقة هي تنمية القدرات العقلية للطلبة الواعدين في الموهبة والإبداع، أيضا محاولة الوصول إلى أقصى طاقة كامنة لدى الطلاب الموهوبين، إذ تحت الفرصة للطلاب والطالبات والطلاب الموهوبين والمتميزين في تنوع المجالات الأكاديمية والعلمية التي قد تكون توجه لهم مستقبلا بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا فيها تنمية لمهارات التفكير الإبداعي والتفكير الناقد وكذلك العمل والتعاوني وروح العمل التعاوني. وأيضا هناك الحقيقة تركيز على اختيار الطلاب القياديين أعطاهم دور داخل هذا البرنامج وتنمية روح المبادرة لدى الطلاب الواعدين في الموهبة بإذن الله. جيد. هذه الأهداف الثمينة والغالية التي ذكرت لا شك أن هناك طرق ووسائل بحيث يتم إنجازها. دكتور أنت ذكرت أنه جامعة الإمام بدأت في هذا أو في تطبيق برنامج موهبة منذ 3 سنوات وهذه هي السنة أو النسخة الرابعة. نعم. إذن تعتبروا لازلتوا يافعين ما عندكم يعني الخبرة الطويلة في هذا البرنامج. لا شك. لكن دعني أسألك هذه الأهداف كيف يتم تحقيقها من قبلكم؟ جميل. الحقيقة يعني البرنامج يقدم وفق آلية واستراتيجية تتبناها مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال رعاية الموهوبين وصولا إلى الرؤية التي تسعى المؤسسة وحكومة خادم الحرمين الشريفين بقيادة مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال رعاية الموهوبين وكذلك التعليم العام والتعليم العالي، وهي الوصول إلى مجتمع المعرفة الإبداعي أو المبدع. لتحقيق هذه الرؤية كان هناك لابد من تفعيل دور الجامعات في رعاية الطلاب الموهوبين والعمل على إتاحة الفرصة لهؤلاء الطلاب لكي يقدموا قدراتهم وإبداعاتهم داخل هذا البرنامج. البرنامج في جامعة الإمام حصل على تنوع حقيقة من شتى المجالات. في العام الأول كان هناك الاتصالات اللاسلكية والسلكية ممتاز وبالتعاون مع كلية الحاسب الآلي. وكان هناك أيضا اهتمام في الريبوت. في العام الثاني أيضا كان هناك في مجال الاتصالات أيضا السلكية واللاسلكية كدورة أخرى أو دورة ثانية، ولكن كان هناك ربط مباشر في مشاكل المرور أو أعمال المرور المرورية. نعم. يعني دور الاتصالات واللاسلكية ومحاولة الطلاب الوصول إلى بعض الأبكار والابتكارات في مجال تنظيم المرور. نعم. في المملكة العربية السعودية وبالذات في الرياض والزحمة الموجودة في الرياض. نعم. والحقيقة كان هناك يعني مخرجات كانت جدا رائعة ومميزة العام الماضي. هذا العام حبينا أيضا أن نطرح
توجه آخر وتميز آخر لجامعة الإمام من خلال إنشاء وتعاون مع كلية الطب. نعم. وبالتالي قدمنا هذا العام برنامج طبي بالتعاون مع المؤسسة، وبرنامجنا هذا هو في الرعاية الطبية. جيد، ممتاز. دكتور، هذه الموضوعات التي ذكرت لا شك أنها جميلة، لكن كيف يتم اختيارها؟ طبعا أنتم الجامعات هي التي تختار الموضوعات. نعم. هذه المناحي على أي أساس يتم اختيارها؟ الحقيقة هو الأساس اللي ممكن يطرح عليه هذا النقاط أساسات علمية تقريبا، يعني نرسل نحن إلى الجامعات إلى الكليات عندنا، وبالتالي نطلب منهم بعض الموضوعات المقترحة لبرامج رعاية الموهوبين لطلاب مرحلة ثالث متوسط وأول متوسط، بحيث تكون لهم إثرائية ولا تكون فيها يعني معلومات أعلى من مستوى قدرات الطلاب، لكنها تكون معلومات تحاكي قدراتهم، وبالتالي ممكن أنهم يصلون إلى مرحلة جيدة من المعرفة والمعارف الحديثة والمعارف المميزة في هذه العلوم الجديدة، تتفتح لهم القدرات، تتفتح لهم التوجيهات، وتتفتح لهم مجموعة من المدارك الجديدة في هذه التخصصات. جيد. الهدف هو إثراء أفقي وليس إثراء رأس، إنما هي إعطاء معلومات وإعطاء يعني مجموعة من البرامج. لا شك أن سياسة البرنامج تتم بناء على التوجه والتعاون مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال الموهوبين. الفريق التنفيذي كله قبل أن يعد البرنامج أخذ دورة متخصصة بالتعاون مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال الموهوبين في سياسة إعداد الخطة الإثرائية والبرامج الإثرائية. وبالتالي نمشي على خطة واضحة وجلية، ترسل الخطة للمؤسسة من المؤسسة. نعم، من المؤسسة، وبالتعاون عندهم مستشارين في هذا الجانب. أعتقد لكن هل يتم مثلا دراسة قدرات الطلاب مسبقا قبل وضع هذه البرامج؟ وهذا هو الصحيح يعني في وجهة نظري. ما في شك. نعم. هو أصلا اختيار الطلاب في رعاية الموهبة أو البرامج الإثرائية يتم على تقريبا مجموعة مراحل. المرحلة الأولى مؤسسة الملك عبد العزيز رجال الموهوبين تقوم بإعلان عن البرنامج. وفي المرحلة الثانية يتم ترشيح الطلاب من قبل المدارس والذين لديهم تحصيل يزيد عن 75% بشكل عام، لكن مع التركيز على قدرات في الرياضيات. كيف يتم اختيار الطلاب دكتور؟ طبعا أنا ربما كان متواجد معنا أحد الطلبة الذين شاركوا بجامعة الملك سعود، وأنا ربما نوهت ذلك للمشاهدين، وذكر أنه أحيانا أي طالب يستطيع أن يتقدم بمجرد دفعه لرسوم الاختبار وهي 100 ريال. لا، ليس هذا ما ذكر الطالب. لا، ليس هذا الطريقة. الصحيح أن هناك ثلاث مراحل يتم من خلال مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال رعاية الموهوبين، خلال الموقع الإعلان عن بداية التسجيل، وبالتالي يرشح الشخص من الأب أو من المدرس أو يرشح الطالب نفسه. بالتالي يرشح شخص من الأسرة، الأب مثلا، الأسرة لها دور في الموضوع. من الأسرة. كيف يتم الترشيح؟ عن طريق البوابة، يعني رشح الموقع الإلكتروني. بعد ذلك ترسل الأوراق. لا يستطيع الطالب أن يرشح نفسه بنفسه؟ ويرشح الطالب نفسه، لكن إذا يستطيع أن يتقدم بنفسه. بس باقي مراحل أخرى، هل اجتازه أو ما اجتازه. باقي أن نحصل على تقديره العام في السنة الأخيرة. نعم، وأنتم طبعا تشترطون أنه التقدير كم يكون أكثر من 75%. نعم، لآخر ثلاث سنوات أيضا. نعم. تقدير يكون متميز في يعني ممتاز في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية. هذه اشتراطات ليست نحن، اشتراطات برنامج موهبة أو مؤسسة موهبة لاختيار الطلاب الموهوبين. طيب. بعد ذلك يتم يعني إعطائهم خبر عن موعد تحديد موعد الاختبار القدرات أو اختبار قياس المعد لموهبة بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم. وبعد ذلك يتم ترشيح الطلاب وفق نقطة قطع معينة بعد الاختبار. لا شك أن هناك يعني حد أو سقف أدنى للدرجات يتم من خلاله اختيار أو فرز الطلبة، وبالتالي اختيار المجتازي. عادة في الجامعة أنتم دكتور، ولا شك أنه ذكروا الطلاب، هي يبدو لي مدتها من 3 أسابيع إلى شهر. نعم. ويتم اختيار عدد معين من الطلاب، ما هو الحد الأدنى اللي تختارون كعدد طلاب؟ طبعا
طبعا اختيار الطلاب وترشيح الطلاب كله يأتينا من مؤسسة المكتب العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين كاملة، تأتينا الأسماء كاملة. هم يوزعونهم على حسب نقاط معينة. البرامج تنشر كلها على الموقع، وبالتالي أنت تختار على حسب ميولك. فإذا كان ميولك طبية ممكن تدخل برنامج جامعة الإمام هذا العام، ميولك هندسية تدخل برنامج آخر، ميولك بحثية في الطب تدخل على برنامج موهبة لإثراء الصيفي بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي. هناك أكثر من 19 برنامج أو 20 برنامج أعتقد إن أخذت الذاكرة، موزعة على مجموعة كبيرة من الجامعات والمؤسسات المشاركة. هذا برنامج التفرغية، ونقصد ببرنامج التفرغية أن الطالب يكون يوجد في المقر كاملا مدة 3 أسابيع لا يخرج من البرنامج، إنما معمول لبرنامج من الصباح وحتى المساء. وبالتالي هذه البرامج التفرغية هي التي تقام في الجامعات وفي بعض المؤسسات المعنية والتعاون مع مؤسسة المكتب العزيز. لكن لا تعلن الجامعة مسبقا، وهي طبعا جهة تنظيمية كما ذكرت وتنفيذية، لا تعلن عن عدد معين للاستيعابه. تستوعبون اي عدد مثلا يرسل لكم مؤسسه الملك عبد العزيز؟ هو العاده هذا العام الماضي واللي قبله كان عندنا حقيقه المرسل لنا تقريبا حدود 50 طالب من قبل المؤسسه بالاتصال على المجموعه كلها. بس عدد بسيط 50، اي هذا العدد مقارنه بما تملكوا من جامعه الامام من منشات وكذلك ربما مراكز. لكن هو برنامج واحد، ليس مجموعة برامج. هذا برنامج واحد، وبالتالي ليس مجموعة برامج، إنما هو برنامج واحد، وبالتالي له فريق وله طاقة استيعابية معينة. أيضاً هذا بس عفوا، برنامج واحد شلون تقصد؟ هو برنامج الإثرائي الصيفي في جامعة الإمام، وهو برنامج واحد، لا يوجد برنامج آخر يستوعب مجموعة أخرى. وبالتالي أنت عندك فريق تقريباً. تقصد برنامج واحد، موضوع واحد يشارك به الطلبة يعني؟ لا، برنامج واحد كبرنامج، لكن فيه مجموعة من المحاور، لكن يستوعب من 70 طالب. على الحد على تقريبا 70 طالب او 75 طالب. يتم التواصل مع المجموعه. هذا العدد الاقصى للحد الان. نعم، التي بس ما تجده بسيط. السؤال ده جميل جدا، لكن هذا يعني ما بناء عفوا على عدد الطلبه في المملكه العربيه السعوديه وفي مثلا منطقه الرياض، وانتم جامعه في منطقه الرياض، لا تجدوا مثلا عدد بسيط؟ انت تتحدث عن طلاب واعدين في الموهبه، وبالتالي يتم اختيارهم، وبالتالي هم يختارون، المؤسسة تختار تقريبا أعلى تقريبا 1 إلى 2% من الطلاب الداخلين في اختبار قياس. وبالتالي هذا العدد عندما يوزع على مجموعة برامج. ما في موهوبين إلا 70 طالب في. لا عفوا، هذا احنا نتكلم عندنا نحن، لكن نتكلم عن الآن أكثر من 20 برنامج. نعم، هذا 20 برنامج تفرغي. هناك أكثر من أيضا نفس البرامج دي غير تفرغية بالتعاون مع إدارات التعليم. العدد مثلا لو كان عندك طبعا علم، ولا شك انتم جهه تنفيذيه كما الدكتور عبد الله، العدد مثلا الكلي في مؤسسه الملك عبد العزيز السنوي عاده الذي يتم اختياره مثلا في هذا العام كم بلغ؟ انا الحقيقه ما عندي احصائيه، ما عندي احصائيه واضحه، لكن 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 ليكون في علمنا ان مؤسسه الملك عبد العزيز ورجال رعايه الموهوبين تقدم 3 أنواع من البرامج الاثرائيه الصيفيه للطلاب الموهوبين على حسب مستوياتهم. فهناك البرامج الاثرائيه الدوليه. نعم، وهذا برنامج له طريقته وله آليته وله أيضا طريقة اختيار الطلاب الموهوبين فيه. أيضا هناك برامج الإثرائية الصيفية التفرغية. نعم، وهي التي جامعة الإمام تمثل جزء من هذا البرنامج. نعم، الكبير الذي تقدمه المؤسسة. أيضا البرنامج الثالث هو برنامج بالتعاون مع مراكز الموهوبين في إدارة التعليم، وبالتالي هو ليس برنامج، مجموعة من البرامج تأخذ مجموعة من الطلاب بشكل كبير جدا. نعم، جيد، لكن أنا كان قصدي أنه العدد الذي يختير لجامعة الإمام يعتبر بسيط، وكنت أنا حاب أعرف هل اختيار هذا العدد كان من جامعة الإمام أم من المؤسسة؟ لا، أنت ذكرت لي من المؤسسة. من المؤسسة هي التي توجه ترشح لنا الأسماء. نعم، ترشح 70 طالبا وربما بالإيميلات وبالجوالات، ونحن بدورنا نتم في التواصل مع أولياء أمور الطلاب ومع الطلاب في تحديد من الذي سوف يؤكد حضوره للبرنامج ومن الذي يعتذر عن البرنامج، حتى بالنهاية نؤكد عدد الحضور الموجود عندنا. دكتور عبد الله، اختيار الطلاب في هذه البرامج أو التمييز بينهم في هذه البرامج يتم حسب درجاتهم في الاختبار الذي يتقدمون له، ولا كيف؟ يتم حسب ميولهم.
يعني بعد ما يتم الاختيار الاول على انك طالب موهوب يتم المرحله الثانيه انك الان تدخل على بوابه موهوب وتشوف البرامج الموجوده. نعم. لا انا اقصد في الثلاث برامج التي ذكرت، الاثراء الدولي والاثراء التفرغي هذا ايضا لها شروط معينه، كل برنامج له شروط معينه خاص بمؤسسه الملك عبد العزيز. انتم ما لكم علاقه. لا 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 جيد. انت ذكرت دكتور ايضا ان هناك يعني كبرامج يتم دراستها مسبقا لكن تتقدم بها الجامعات، هذه المحاور التي يتم المشاركه بها، يعني انتم اللي تتقدموا بهذه المحاور. نعم. ويتم دراستها مسبقا قبل تقديمها. نعم. على أي أساس يتم مثلا، ومن المشاركين في تحديد هذه المحاور أو البرامج؟ طبعا البرامج والمحاور نعدها ونقوم بها هي يعني نقاط رئيسية أو محاور رئيسية في برامج، في توجهنا نحو البرامج الإثرائية القادمة يعني. بالتعاون مع الجهات، مع كلية الجامعة. نعم. فالجامعة الكلية التي يكون لديها الاستعداد في أنها تقدم برنامج تطرحنا البرنامج، وبالتالي ممكن ننظر في هذا البرنامج هل هو يناسب أو التوجه القادم لنا. هذا توجهنا نادي الطب، فكان يعني التوجه الآخر كان هناك اتصالات والهندسة، لكن الأساسي عندنا كان توجهنا الطب. بالتالي لما قدمنا الخطابات أو رفعنا الخطاب الرسمي إلى كلية الطب كان هناك تعاون يعني رائع جدا من عمد كلية الطب. نعم. ومن الاستشاريين الأخوان المشاركين في البرنامج. وبالتالي تم تحديد المشاركين والفريق كامل وتم. أنتم دكتور عمل العام هذا كان فقط هو المنح الطبي هو. إيه نعم نعم منح طبي. لا توجد مناحي أخرى. لا فقط المنح الطبي. نعم. نعم. منح طبي بتفصيل، يعني هل هناك ثلاث مناحي مثلا تشمل العلوم الصحية ولا فقط؟ لا هو منح طبي بثلاث وحدات إثرائية. عندنا في كل وحدة إثرائية تقدم لمدة أسبوع، وبالتالي يعني نقسم الطلاب على شكل مجموعات تقريبا. عندنا هذا العام عفوا عندنا هذا العام تقريبا 60 طالب، فنقسم الطلاب على 20 المجموعة الأولى و20 المجموعة الثانية و20 المجموعة الثالثة. لا يتم الاستعانة دكتور مثلا بهيئات التدريس في الكليات الصحية أو الكليات الطبية عندكم؟ لا بالعكس، احنا مشاركين معنا تقريبا ثلاثة، من دكتور خالد أبريكي استشاري جراحة الأوعية الدموية، ودكتور مساعد المقرن، ودكتور ابراهيم الاحمد. هؤلاء كمحاضرين ربما؟ نعم. لا هذول اساتذه في كليه الطب. لا لا انا اقصد كمحاضرين في البرنامج. نعم كمحاضرين في البرنامج. لكن في الاختيار، الاختيار في اختيار المنحة مثلا الطبي، هو لما رفعنا الخطاب وافقت كليه الطب على المشاركه معنا هذا العام، طرحت الفكره او طرحت الاشياء اللي ممكن تقدمها في هذا الجانب، وبالتالي نحن بدورنا بس عفوا اللي طرح الفكره من؟ كلية الطب، الفريق الذي تم تشكيله. نعم. تم الدكتور خالد والدكتور مساعد، تم عقد جلسات معهم مع عماده الموهبه والابداع والتميز، وبالتالي اخذ محاور معينه ونقاط يعني اهداف واضحه للبرنامج هذا العام. تم رفعه الى مؤسسة الملك عبد العزيز لرعاية الموهوبين، اعتمد البرنامج، وبالتالي اعتمد تدريب الفريق التنفيذي كاملا على استراتيجية البرامج الإثرائية وسياسة البرامج الإثرائية هذا العام. جيد. طبعا انتم لا شك انكم تقومون مثلا الان باعطائهم، يعني هناك جدول معين يتم من خلاله مرور الطالب في هذه الثلاث اسابيع. هذا الجدول كيف تنظيمه دكتور لو تطرح لنا فكرتكم؟ طبعا الجدول لو أجل خلنا نوريه للمشاهدين. نعم ممكن نعرض للمشاهدين هذا جدول، لكن يعني تعذرني أخذه أنا دكتور. هذا جدول كامل للبرنامج. هذا طبعا هو الجدول الذي يتم فيه عرض. طيب تحدثنا دكتور عن الجدول. الجدول طبعا يتم استقبال الطلاب من يوم الخميس ويوم الجمعة. ممتاز. من يوم الأربعاء خميس جمعة يتم فيها استقبال الطلاب. جيد هذا هو الجدول. اي نعم يتم فيها استقبال الطلاب، وبالتالي استقبالهم من المطار. يعني نحن مسؤولين حتى من المطار نستقبل الطلاب وثم ننزلهم في سكن الجامعه لهم. انتم تستقبلون الطلبه. نعم. من المطار في كافه انحاء المملكه. نعم ليس فقط من منطقه الرياض. البرنامج شامل جميع الطلاب. ممتاز. وبالتالي عندنا طلاب من الطائف، عندنا طلاب من المدينه، عندنا طلاب من الحدود الشماليه، عندنا طلاب من تبوك، وعندنا طلاب من الشرقية ومن الرياض، عندنا مجموعة من الطلاب.
إذن من الأمور التنظيمية كما ذكرت أنت دكتور أنه الآن يتم استقبال الطلبة من مناطق يعني ترحالهم إلى الرياض ويتم تنظيمهم ربما بمسألة السكن. لا شك أنهم يسكنون في سكن الجامعي. نعم التنظيم طبعا من قبلها بأسبوع يتم استقبال الطلاب والتعاون مع أولياء أمورهم في تحديد موعد رحلة الطالب وجدول عندنا كامل جدول كامل لها وبالتالي نعين الأخوان المساعدين في استقبال الطلاب وثم نستقبلهم من المطار إلى مقر السكن. بعد ذلك يتم تعريفهم بالبرنامج بشكل كامل. يعطى كل طالب حقيبة في البرنامج فيها نشرة البرنامج وجدول البرنامج وأيضا آلية هناك ميثاق لموهبة ميثاق أخلاقي كيف تلتزم في البرنامج ما هي شروط التزامك في البرنامج كلها وفي حال لو لا قدر الله كان هناك مثلا ربما يعني لا بعض التجاوزات يتم هناك في عقوبات ليس هناك عقوبات بما تعني هناك العقوبات إنما نحن نتعامل مع طلاب متميزين وأيضا لديهم يعني من العقلية الواعدة الجيدة التي ممكن أن تستقبل الأنظمة والقوانين ونحن نعد قادة وبالتالي لابد يكون هؤلاء مجهزين إلى وضع الأنظمة والقوانين وبالتالي تطبيق هذه الأنظمة. دكتور أنا بودي إحنا سنتابع معك لا شك هذه البرامج الصيفية التي تخططون لها وهذا الإنجاز العظيم لا شك أنكم تشكرون على هذا التنظيم الجميل لكن إحنا معنا تقرير مشاهدين الأعزاء عده الزملاء حول برنامج موهبة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية نتابع. البرنامج عبارة عن 3 أسابيع من المواد اللي ممكن تكون أكثر من الناحية الطبية أو من ناحية المجال الطبي. طبعاً منقسم إلى 3 وحدات. قسم التوعية الطبية اللي نعطيها في القاعة هذه وفي قسم القلب والدورة الدموية وفي قسم آخر مستجدات الطب أو التكنولوجيا الطبية. بالنسبة للتوعية الطبية ندرس بعض الأمراض المزمنة اللي ممكن مع الوعي والوقاية ممكن نتفاداها، خاصة عندنا ما شاء الله شباب موهوبين ممكن يبتكرون لنا طرق جديدة للوقاية، ممكن يبتكرون يعني وسائل أو بروشورات يعني مميزة للثقافة في مجتمعهم. كلهم في مجتمع طبعا هم جايين من مختلف مناطق المملكة. البرنامج رائع ومميز، طبعا أخذنا عدة دورات فيه منها دورة الإنعاش القلب الرئوي CPR وكمان أخذنا دورة الاختراعات. كانت مواضيع عن التوعية الطبية وعن التقنيات المتقدمة في الطب وأيضا عن القلب والدورة الدموية. طبعا لهذه الأشياء المهمة اللي راح إن شاء الله نستفيد منها بإذن الله في سنواتنا الجاية عشان نكمل الطب، وإن شاء الله من كل واحد يخش مجال اللي يحبه. وأنا إن شاء الله أقول لكم الآن الطب إن شاء الله. استفدنا من برنامج الصراحة أشياء كثيرة، منها خذينا شهادة الإنعاش الرئوي القلبي، خذينا دورات عن القلب تجلط تصلب اللي يصير بالقلب، خذينا شو اسمه عن التوعية الطبية، خذينا صراحة أشياء كثيرة وباقي يعني أشياء إن شاء الله كثيرة نبي ناخذها بعد. والله صراحة البرنامج ممتع ورائع، وجدنا فيه فائدة كبيرة من الناحية العلمية. أشرف علينا طبعا مدرسين رائعين صراحة ودكاترة اللي هو الدكتور مساعد المقرن والدكتور إبراهيم الأحمد والدكتور خالد البريكيت. أخذنا في مجال القلب الدورة الدموية والآن إحنا في مجال السكر والضغط والسمنة وزي كذا. إن شاء الله نروح عند أستاذ خالد البريكيت وتحدثنا عن تقنية الطب والبرنامج برضو من غير عن ناحية العلم وما العلم استفدنا برضو من ناحية الترفيه ولا وتغيير جو عن الصيفية المعتادة. بالنسبة للبرنامج هو مفيد من جميع النواحي، بالذات أنه بيوعي الشباب في الأمراض طرق الوقاية منها، بيخليهم يستفيدوا أكثر من المرض، لأن المرض لو يعني زي ما يقول المثل الوقاية خير من العلاج.
فلما الشاب بيستفيد من هذا المرض من طرق الوقاية بيتجنب المرض بأكبر قدر ممكن، أحسن أنه يتعرض للمرض ويأخذ العلاج. البرنامج صراحة كان مفيد كل جوانب. بدنا في الأسبوع الأول درسنا عن الدورة الدموية واستفدنا الأعراض عن القلب واختارها والإسعافات الأولية، الله يجيرنا إن شاء الله جميع المسلمين منها. والأسبوع هذا إن شاء الله ندرس الوقاية واسم الثقافة الصحية وبعض الأمراض من السكري والضغط، إن شاء الله نستفيد من البرنامج. جينا هنا برنامج موهبة الصيفي للاستفادة وبحكم يعني ميولي الطبية، اكتشفنا أشياء في الأسبوع هذا وفي الأسبوع الماضي في خلال بداية هذا الأسبوع. تعلمنا أخذنا توعية طبية عن بعض الأمراض المزمنة الخطيرة على الصحة، أخذنا في الدورة الأولى عن القلب والأوعية الدموية وبعض الأمراض اللي تصيب القلب مثل الذبحة الصدرية والجلطات، وأخذنا عن الإسعافات الأولية والإنعاش القلب الرئوي. وأعتقد أنه صراحة كان في استفادة كبيرة من ناحية لنا. أحب أشكر خادم الحرمين سيدي خادم الحرمين الشريفين ولعهده الأمين على اهتمامهم بالموهوبين والقائمين على برامج موهبة الصيفية، وأحب أشكركم قناة عالي على اهتمامكم ببرنامجنا، وأحب أشكر جميع المشاهدين، والشكر موصول للدكاترة والمشرفين اللي صراحة أثروا برنامجنا بالكثير من المعلومات. أشكر كل من ساهم في إنجاح وتميز هذا البرنامج، ووجه الشكر سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين. بالفعل استفادة في هذا الصيف في برنامج موهبة استفادة غير عن برامج موهبة السابقة. أولا إحنا جينا هذا البرنامج من أسبوع نص، لنا أسبوع نص في هذا البرنامج، استفدنا من البرنامج من الناحية العلمية ومن الناحية الترفيهية. من الناحية العلمية في الأسبوع الأول أخذنا دورة القلب والدورة الدموية، والأسبوع هذا بناخذ السكري والسمنة وأعراضها، والأسبوع القادم بناخذ كمان مع الأستاذ خالد بوركيت. إذن ربما كان رأي الطلاب المشاركين في جامعة الإمام وبرنامج موهبة لا شك بأن هناك يعني آراء إيجابية وسعادة من قبل هؤلاء الطلاب. ربما أنا حتى تحت الهواء كنت أتكلم مع الدكتور عبد الله وذكر لي بأنهم كانوا يسعون لإلباس هؤلاء الطلبة اللاب كوت أو ما يسمى في البالطو بالطو الأطباء، بحيث أنه يشعر والله وأن هذه تثري فيه الرغبة لا شك، وبالتالي يتقمص دور الطبيب وبالتالي يكون لدي الآن النموذج. لديه النموذج الطبي الموجود عن المتمثل بالدكتور خالد بوركيت والدكتور مساعد المقرب والدكتور إبراهيم الأحمد، هذا نموذج الآن لديهم، وبالتالي هو الآن أمامه نموذج وبالتالي يحاول أن يحاكي هذا النموذج في توجهه في ميوله. الطالب أتى على ميولها الطبية للبرنامج صحيح، وبالتالي يعني نتوقع أن يبقى الطب لديه يعني عالق في ذهنه حتى يتخرج إن شاء الله من الجامعة. طبعا أنت الدكتور أعطيتني منشور وهو لا شك أنه للموهوبين وجامعة الإمام، أنا بودي أستعرضه على الكام، وهذا هو لمشاهدينا الأعزاء لا شك. وطبعا هناك أهداف البرنامج ومخرجات البرنامج والبرامج الصيفية. طيب أنا بودي أن طبعا هذا هو للكام من مخرجنا ياسر، إذا كان بالضبط ممتاز هذا هو البرنامج، وكذلك هذه هي الأهداف والمخرجات كما هي ظاهرة للمشاهدين. جيد دكتور، أنت ربما ذكرت أن محتوى البرنامج يشتمل على 3 وحدات وهي وحدة القلب والدورة الدموية ووحدة التقنيات الطبية ووحدة التوعية الطبية.
ولا شك أنه يشرف عليها أحد أعضاء كل وحدة أحد أعضاء هيئة التدريس في جامعة الإمام، طبعا المتخصصين في نفس الوحدة. لكن أنت ذكرت لي أن كان عدد الطلاب ربما 60 وتم توزيعهم إلى ثلاث مجموعات، كل مجموعة تشمل 20 طالبا، يأخذون ثلاث وحدات كل وحدة في أسبوع. طيب البرنامج بخوك يكون بالتالي، يقدم البرنامج من أول أسبوع تم تقسيم الطلاب إلى ثلاث مجموعات، كل طالب كل مجموعة 20 طالب. نعم. تأخذ المجموعة الأولى مثلا وحدة القلب في البرنامج إثراء، وحدة القلب والدورة الدموية. نعم. يتم إعطائهم اختبار قبلي عن معرفتهم عن وحدة القلب والدورة الدموية، يتم إعطائهم البرنامج كاملا مدة أسبوع، يتم اختبارهم اختبار بعدي في نهاية الأسبوع لقياس الفارق بين المعلومات الإثرائية التي وصلوا لها. ممتاز. هذا في الأولى. ممتاز. يتم الدورة الآن تتم لجميع الطلاب في الثلاث مجموعات. تأتي المجموعة الأخرى لتأخذ أيضا نفس الدورة، وحدة القلب والدورة الدموية في الأسبوع الثاني. وتأتي نفس المجموعة الثالثة لتأخذ وحدة القلب والدورة الدموية في الأسبوع الثالث. وتمر كلها ذلك على وحدة التقنيات الطبية ووحدة التوعية الطبية الموجودة. الدكتور، اختيار هذه الموضوعات أو الوحدات كان بناء على رغبة الطلاب أم رغبة هيئة لا لا هي 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 البرنامج قدم من قبل التعاون مع كلية الطب وعمادة الموهبة والإبداع والتميز. نعم، الاختيار تم من قبل الجامعة. من قبل الجامعة. أي، وتم الموافقة على هذا المسار من قبل المؤسسة، وبالتالي يعني أعد كاملا هذا البرنامج تحت عناية ورقابة وتوجيهات المؤسسة وفق استراتيجيتهم في البرامج الإثرائية. أنتم لا شك الآن جهة منظمة، ولا شك أنه كما ذكرت لي أنه يدخلون في اختبار وفي نهاية الدورة يدخلون اختبار آخر. أي نعم. كيف وجدتم النتائج؟ والله كانت مميزة. في إحصائيات يعني ما إلى الآن طبعا كل الإحصائيات تدخل على موقع موهبة. لكن هذا تنظيم من عندكم؟ تنظيم نعم. أنتم هذا الاختبار كان مفترض أنه يتم. نعم. من قبل موهبة مؤسسة الملك عبد العزيز. نعم. هكذا سياسة البرنامج. كل البرامج الإثرائية. نعم. في الجامعات. كيف تقدم هذا الشكل؟ كيف وجدتم مستوى الطلاب ما شاء الله بعد الانتهاء من البرنامج؟ بعد المعلومات الإثرائية التي وصلوا لها حقيقة كانت يعني احنا ما نسعى له ان يكون الطالب عنده تنوع من المعلومات. إثرائية تختلف عن الإسبوع. لا شك. انا ما اقدر يعني اعطيك احصائيات الان لان ما توجد عندي احصائيات، لكن قد يكون حديث الطلاب قبل قليل عن برنامج يعني يمكن عدم الاهتمام بالإحصائية يدل انه ما في تنافس يمكن بين الجامعات. لا لا يعني لا. لا شك انه كل جامعة الان تحرص على ان يكون والله الفارق في الدرجات كبير جدا، وبالتالي يستطيع انه يظهر انه والله برنامجنا الان ناجح جدا. نعم نعم. كان الفروق ذات دلاله احصائيه ولا غير ذات دلاله احصائيه؟ لا 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 شك. احنا نتكلم كذا بالناحيه العلميه. اكيد طبعا. لذلك انا اخوك الان المجموعه الان ما تقدم يعني الى البرنامج لم ينتهي حتى ننهي بالنهايه جميع الاحصائيات الموجوده عندنا. نعم. ننتظر حتى الاسبوع القادم باذن الله انت البرنامج نعد التقرير كاملا بالاحصائيات الى المؤسسه الملك عبد العزيز ورجال رعايه الموهوبين. ونقدم لهم يعني الدلائل نجاح هذا البرنامج من خلال الاحصائيات الموجوده. ما الذي تطمح له جامعه الامام وانت الدكتور عبد الله العنزي المشرف المقيم في برنامج موهبه الصيفي بجامعه الامام؟ ماذا تطمحون في نهايه هذا البرنامج؟ الله يشكر الحقيقه طبعا الطموح كبير جدا، بداية من طموح القيادة في هذا الوطن العزيز الغالي، التوجه نحو مجتمع المعرفة، وبالتالي أيضا جامعة الإمام تسعى لنفس هذا التوجه وتشارك مع المؤسسة. الجامعة داعمة لجميع البرامج اللي فيها إبداع وإثراء للطلاب الموهوبين، وخير دليل على ذلك يعني افتتاح برنامجنا هذا كان له افتتاح من قبل معالي مدير جامعة الإمام الأستاذ الدكتور سليمان أبو الخيل بحضوره وحضور الداعمين في هذا البرنامج. الدكتور بس عفوا هي من المخرجات، انا طبعا ساعطيك فرصه بحيث انك تشكر المنظمين، لكن انت ذكرت او مذكور يعني بان مخرجات البرنامج سيتحقق باذن الله تعالى عدد من المخرجات للطلبه المشاركين في البرنامج، ومنها اولا اتقان عدد من المهارات الطبيه ومن اهمها الانعاش القلبي والرئوي والاسعافات الاوليه، واثنين اتقان استراتيجيات في التفكير الابداعي وحل المشكلات، وثلاثة اتقان مبادئ الابتكار والاختراع. نعم. بعد نهاية البرنامج تتخيل انه سيتم انجاز فعلا هذه الثلاث مخرجات؟ الحقيقة قد يكون تحقق جزء كبير منها
في جانب الإتقان من بعض المهارات الطبية. وكان هناك دورة لهم مقدمة في المعاش الرئوي، هذه الدورة مقدمة من مركز متخصص أيضا يشارك هذا البرنامج. يعطى الطالب نهاية البرنامج أيضا شهادة مساعد إسعاف رئوي وإنعاش رئوي في هذا البرنامج. طبقوا على مجموعة من المجسمات، وبالتالي أخذوا هناك تدريب، خلنا نقول تدريب عملي أكثر منه تدريب نظري، إضافة على المعلومات المعرفية التي شاركوا فيها. أنت عارف دكتور أخويا، الآن هناك ثلاث يعني نقاط نتكلم عنها. هناك جانب معرفي نريد أن نسعى له، وبالتالي المعارف التي حققها الطلاب في هذا البرنامج التي كانوا لا يعرفونها في السابق هي هدف حققنا. الجانب الثاني هو برنامج في 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 التنمية الشخصية والذاتية. قدمنا لهم دورة في الثقافة النفس، قدمنا لهم دورة في التواصل، قدمنا لهم دورة في مهارات القيادة، وبالتالي هناك مجموعة من الأهداف التي نسعى لتحقيقها. في المجال الابتكارات والاختراعات أعتقد هناك يعني ثلاث مشروعات قدموها الطلاب كانت رائعة جدا، من أبرزها في مجال الابتكار والاختراع سماعة الطبيب اللاسلكية، والتي سوف بإذن الله تقدم بنهاية الحفل البرنامج بإذن الله وتعرض. هذا اختراع مجموعة من الطلاب، ما شاء الله فريق طلابي يعني تم توجيه مجموعة. أيضا هناك اختراع آخر في موضوع يعني تخفيض درجة الحرارة عند الطفل، بالذات الأطفال الصغار اللي لا يمكن أن يعني يشعروا أبائهم بأنهم لديهم الحرارة مرتفعة ولا. أتمنى أن يلقى صدى مثل هذه الاختراعات لدى ربما الجهات الصحية، لدى المستشفيات، لدى أحد يعني يتبنى مثل ربما مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال رعاية الموهوبين. أيضا نقطة أخرى، نعم. يعني لا نكتفي بجانب الاختراع في المجال الطبي، إنما أيضا مفتوح الجانب الابتكار والاختراع في المجالات الأخرى. وبالتالي يعني من هذا من قناة عالية نقول أن لدينا أحد الطلاب الطالب يوسف القوس، نعم. ابتكر طريقة الآن جاهزة عند الطالب، لا تستطيع أن نفصح عنها كاملة، ولكنها نعتبره خبرا وخبر يعني إيجابي جدا لمشكلة مثبت السرعة في السيارات. ما شاء الله. إيه نعم. وهذا المشروع الآن قائم عليه الطالب، وبالتشاور مع المدربين الابتكار والاختراع الموجودين معنا، الأستاذ ناصر المقاطي والأستاذ المهندس منزل المطيري، وبإذن الله سوف يرى النور نهاية البرنامج. عسى يتم الاستفادة من هذه الاختراعات. دعني أسألك حول إدارة الموهوبين وتوجه عمادة الموهبة والإبداع في رعاية الموهبة والإبداع بشكل عام دكتور. الحقيقة احنا في عمادة الموهبة والإبداع، وهذا توجه الجامعة في هذا الجانب في رعاية الموهبة والإبداع على مستويين. نعم. المستوى الأول بالنسبة لطلاب المعاهد العلمية، وعندنا طلاب المعاهد العلمية تقريبا فئة نعتبرها يعني منسية في مجال رعاية الموهوبين، وبالتالي أخذت على عاتقها عمادة الموهبة والإبداع أن تقدم برامج إثرائية وبرامج رعاية لطلاب المعاهد العلمية. أيضا عندنا برامج رعاية الطلاب في الجامعة، نعم. ورعاية الأبحاث المتميزة للطلاب في الجامعة. كان من 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 آخرها أحد الطلاب في كلية الطب أيضا تم رعايته لعمل بحث متميز، استضافته إحدى الجامعات الصينية لإقامة هذا العمل، وأيضا هو يعتبر من الأبحاث الجديدة والحديثة التي قبلت في مؤتمر ليون في فرنسا. إحنا ربما أطلنا عليك دكتور عبد الله، أنا سأترك لك 30 ثانية أنا وعدتك بها قبلا، إذا كان لك شكر توجهه إلى أحد المسؤولين. الحقيقة الشكر لله أولا وأخيرا، نعم. كما أن الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين في رعايتها، وهذا التوجه نحو مجتمع المعرفة توجه يعني حقيقة يشاد وينظر له يعني بنظرة الاعتزاز والفخر، فهو في نظرة يعني مستقبلية رائدة جدا. الشكر موصولا إلى معالي الدكتور الأستاذ الدكتور سليمان أبو الخيل على رعايته لبرنامج موهبة، ورعايته لعمادة يعني دعمها المتواصل لعمادة الموهبة والإبداع والتميز. الشكر موصول إلى الدكتور عبد الله بن ثاني عميد الموهبة والإبداع وجميع الفريق التنفيذي المشارك معنا، كما لا يفوتنا أشكر مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال رعاية الموهوبين على هذه البرامج الرائعة والإثرائية والمتميزة لرعاية الموهوبين.
لا يبقى لي إلا أن أشكرك أنت أخي على استضافتك وأشكر قناة عالي الرائعة جدا والمهتمة في يومية جامعية لهذا البرامج الرائدة. ونحن كذلك الدكتور عبد الله بن قريطان العنزي مدير إدارة التدريب بعمادة الموهبة والإبداع بجامعة الإمام والمشرف المقيم في برنامج موهبة الصيفي بجامعة الإمام، نبادلك نفس الدرجة من الشكر والمزيد كذلك على ربما إحنا أطلنا، لكن حقيقة برنامج موهبة لا شك أنه يستحق هذا الوقت. شاكر لك وطلابنا يستحقون ذلك. الله يرضيكم وشكرا لكم. يعطيك العافية دكتور. أنتم مشاهدين الأعزاء فاصل قصير، بعده نتابع وإياكم باقي فقرات يوميات جمعية. ابقوا. نحلق في سماء إبداعات طلاب وطالبات الولايات المتحدة الأمريكية، نخوض معهم تجاربهم، نستكشفهم عن قرب، نتطلع للمستقبل بأعينهم. برنامج طائر المعرفة على قناة عالي.
حياكم الله مشاهدينا الأعزاء في ختام فقرات يوميات جامعية لحلقة الثلاثاء، فقرتنا الأسبوعية مقال الأسبوع. في بداية الأسبوع الماضي فقد شعب المملكة العربية السعودية والعالم العربي بل العالم أجمع شخصية هامة كان لها أثرها العظيم في الناحية الأمنية وفي استتباب الأمن واستقرار البلاد، صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله وزير الداخلية ولي العهد. في هذا السياق لا شك أن بات الكتاب والمؤلفون كذلك ربما يؤلفون السطور والكتب والمجلدات في سيرة الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله، ومقالة هذا الأسبوع لا شك أنها تتعلق بهذه الشخصية العظيمة الراحل نايف بن عبد العزيز. إنا على فراقك لمحزونون، وهو الكاتب عبد الله السلمان مدير المراسم والعلاقات العامة والإعلام بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون. الدكتور عبد الله السلمان لا شك أنه من القامات المعروفة بخدمته للوطن، ونايف هو ليس فقيد ربما جهة بعينها، ليس فقيد وزارة الداخلية وليس فقيد المملكة العربية السعودية، بل هو فقيد الأمة بأكملها. نتابع مشاهدينا الأعزاء وإياكم هذا المقال. نايف بن عبد العزيز، إنا على فراقك لمحزونون. فقدت المملكة العربية السعودية خلال الأشهر الفائتة ركنين أساسيين من أركان الحكم في بلادنا، فهذه قدرة المولى عز وجل، ولكل أجل كتاب. فقد فجعت المملكة قبل بضعة أشهر بوفاة الأمير سلطان بن عبد العزيز، وقبل أيام فجعت المملكة أيضا برحيل شقيقه الأمير نايف بن عبد العزيز، رجل المهام الصعبة والعين الساهرة على أمن الوطن رحمهم الله. وأضاف الكاتب: ولا شك أن المصيبة كبيرة والفاجعة أكبر، فالأمير نايف رجل تحمل مسؤوليات جسام، وكان بحجم مسؤولياته، وكان يضاهي مثلها وأكثر. كيف لا؟ فقد اطلع هذا الرجل بملفات كثيرة حتى أصبح مصدر قلق لكل من يريد سوءا بهذا الوطن، ومصدر فخر لكل مواطن سعودي أبي. نعم، نايف الأمن والأمان بعد الله سبحانه وتعالى عمل بلا كلل أو ملل، وضحى بكل ما يملك بدءا من راحته النفسية وجهده وكل وقته لكي ينام الوطن قدير العين. ويضيف الكاتب: رحل نايف إلى الدار الآخرة، ولكن لم تغف عين الوطن ولم تتثاءب، فنايف ترك للوطن جهده وعرقه وأنفاسه الزكية طوال العمر. الأمن هو الشغل الشاغل للأوطان، وهو الركيزة الأولى للاستقرار، ولا شك بأن ثمنه باهظ ويبذل الغالي والنفيس دونه لكي يتم تحقيقه في بلد يطبق الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الحنيف. وعندما كان نايف بن عبد العزيز يرأس المؤتمرات والندوات التي تتعلق بالأمن، نجده يسافر هنا وهناك ويصون شرف الأمة ويحافظ على استقرارها. فمجلس وزراء الداخلية العرب الذي يرأسه سموه يرنو إلى توالي تحقيق الإنجازات تلو الإنجازات والاستقرار لكل أوطانه. تعلق المجلس بآراء نايف وأطروحاته وتوجيهاته، فكان خير المجلس وخير الجلساء، فجميع وزراء الداخلية العرب أثبتت لهم الأيام من هو نايف بن عبد العزيز. فعند ترأسه المجلس زاد التفاهم فيما بينهم، وكذلك الألفة والمحبة والثقة المتبادلة، وثمنوا الجهد العظيم الذي بذله الرئيس الفخري لهذا المجلس. فكافة الملفات الأمنية ظلت ولفترة طويلة في أيد أمينة وتريد الخير والتقدم لهذه الدول الشقيقة، ولا شك أنها ملفات شائكة ومتشعبة، فالإرهاب وتهريب المخدرات والاتفاقيات الأمنية وغيرها، والتي نشط فيها سموه حتى أصبحت من الزمن القديم، فتم دحر الإرهاب وقهره، وأيضا تم التضييق على تجار المخدرات
حتى أصبحت المملكة نموذجا يحتذى به في قمع الإرهاب ومكافحة المخدرات. ثم يضيف الكاتب: لا شك أن رحيل الأمير نايف خسارة لا تقدر بثمن، فهو رجل دولة من الطراز الرفيع، سمعته داخليا وخارجيا تجاوزت حدود المقاييس، رجل يملك الكلمة وينفذها، والصدر الرحب وقوة القرار، وتجاوز المستحيل من سماته، رحمه الله. عرف الأمير نايف بين مواطنيه بأنه مخلص لبلده ومحافظ على دينه وخصوصية الشعب السعودي الكريم، رجل لا يتوانى عن عمل الخير رغم منصبه القيادي وطبيعة عمله الصارمة. فعمل الخير لنايف الإنسان كانت من طباعه، حيث اهتم بالأيتام والفقراء وأسر السجناء، يده حانية على السجناء وأسرهم، وهو من أصدر أمره الكريم بالفترة الأخيرة بالعفو عن السجناء كافة غير الخطرين. وانطلاقا من حب سموه يرحمه الله لأعمال الخير وحرصه على تشجيع الهيئات والمؤسسات الاجتماعية، وكانت العلاقة العميقة بين الوالد وأبنائه هو ما وصفها سموه عندما استقبل رحمه الله أبناء جمعية إنسان لرعاية الأيتام، وشكره لهم اتجاه مشاعرهم الفياضة له، عندما قال سموه: مشاعركم اتجاهي تعكس عمق العلاقة بين الوالد وأبنائه. يضيف الكاتب: نايف ذو القلب الكبير تربى تربية إسلامية صحيحة في كنف والده المؤسس العظيم، وتمثل ذلك في شعوره الإنساني النبيل والذي قلما نجد مثله. هذا الشعور الذي تمثل في رسالة جائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة، والذي حقق أغلب أهدافها قبل رحيله، والتي لقيت صدى واسعا من المواطنين ومباركة من القيادة السعودية. وعندما نحزن لفراقك يا نايف، فلا شك أن ما تم عمله خلال فترة وجودك بيننا سوف يملأ المجلدات، وأفعالك باقية، وأعمالك سوف تضاف إلى ميزان حسناتك عند رب العزة والجلال. يضيف: ولا نملك إلا أن نرفع أكف الضراعة لله عز وجل، داعينه أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وبخالص العزاء لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حفظهم الله، ولكافة الأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. حياكم الله مشاهدينا الأعزاء من جديد. لا شك إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا على فراقك يا نايف لمحزونون، وما نقول إلا ما يرضي الرب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. رجل بأمة وأمة برجل. إذن مشاهدينا الأعزاء، بهذا المقال للدكتور عبد الله السلمان نختم حلقتنا لهذا اليوم الثلاثاء بإذن الله. مساء الغد سيكون لنا فقرات جديدة مفيدة لكم أنتم طلبتنا الأعزاء وكل من يتابعنا عبر قناة عالي، ونقول لكم في ختام هذه الحلقة وكل حلقة: لكل امرئ يطلب المعالي فليتابع يوميات جامعية عبر قناة عالي. أجمل التحايا من محدثكم أنس بن أحمد، في رعاية الله.